السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري، دائما في سلسلة الفيديوهات الخاصة بفروض المراقبة المستمرة، وبالضبط الفرض الثاني للمرحلة الثانية، وبالخصوص مادة النشاط العلمي. إذن كما وعدتكم أنني غادي ندير النموذج الثاني من الفرض المحروس رقم 2 للمرحلة الثانية الذي يخص مادة النشاط العلمي، ودائما في إطار كتاب المتعلم والمتعلمة منهل النشاط العلمي. إذن غادي نبداو على بركة الله. إذن كما قلت لكم هذا نموذج رقم 2، اللي باقي ما تفرش النموذج رقم 1 أنا غادي نحطه في صندوق الوصف في الرابط ديالو، كذلك غادي يبان لكم الفوق. إذن النموذج رقم 2 كذلك فيه 4 ديال الأنشطة، هو تقريبا نفس النمط ونفس الأنشطة يعني ونفس الأسئلة المقترحة في النموذج رقم 1 هي نفسها في النموذج رقم 2، يختلف فقط صياغة الأسئلة، مفهوم؟ إذا نبدأ بالنشاط رقم 1. النشاط رقم 1 عليه 4 ديال النقاط. السؤال هو: أصنف الممارسات الضارة من الممارسات المفيدة للتربة والبيئة بوضع علامات في. إذا غادي نصنف الممارسة التي تضر بالبيئة والممارسة التي تفيد التربة والبيئة. عندي 4 ديال الممارسات، وعندي هنا ممارسة مفيدة وممارسة ضارة. إذا غادي نجاوب بايش؟ بعلامة، داكوغ، بعلامة في. إذا كانت هذه الممارسة ممارسة مفيدة غادي ندير علامة هنا، إذا كانت ممارسة ضارة غادي ندير علامة هنا. إذا نبداو بالممارسة الأولى هي التشجير. شنو المعنى ديال التشجير؟ أنني مثلا عندي واحد الأرض جيت ودرت فيها مجموعة من الأشجار، دونك شنو غادي تصبح لي؟ غادي تصبح لي داك التربة متماسكة، يعني غادي نحافظ على التربة وغادي نحافظ على البيئة، يعني غادي نحافظ على التربة من الانجراف والحد، وعلى البيئة يعني كيكون عندي واحد المنطقة خضراء فيها أشجار يمكن لي نحصل على منتوجات منها، مفهوم؟ إذا هنا التشجير إذا هي ممارسة مفيدة، مفهوم؟ ممارسة مفيدة. مروا إلى الممارسة الثانية، الاستعمال المفرط للأسمدة المعدنية، يعني لي زونغري، يعني كنستعمل بزاف هاد الأسمدة المعدنية، دونك هذا الاستعمال ديال الأسمدة المعدنية ما خصوش يكون بشكل مفرط، داكوغ؟ تضر بالتربة والبيئة، إذا هي ممارسة ضارة، مفهوم؟ ممارسة ضارة. الممارسة الثالثة الزراعة في مصطبات، الزراعة في مصطبات يعني الزراعة في مدرجات، مفهوم؟ إذا هي ممارسة مفيدة تفيد التربة وكذلك تفيد البيئة وكتعطينا محصول زراعي مزيان. الممارسة الرابعة والأخيرة إتلاف الغابة، إتلاف الغابة يعني تقطيع الأشجار وخلع الأشجار، إذا هي ممارسة ضارة تضر بالتربة وكذلك تضر بالبيئة. كيفاش كتضر بالتربة؟ يعني منين كنقطعوا داك الأشجار وكنقطعوا داك الخشب ديالو، التربة ما كتبقاش متماسكة. تضر بالبيئة يعني ما كيبقاوش مساحات خضراء كبيرة وما كيبقاش الأكسجين مزيان، داكوغ؟ إذا هذا هو النشاط رقم 1. الآن غادي نمروا للنشاط رقم 2، مفهوم؟ النشاط رقم 2 هو هذا على جوج ديال النقط، أجيب بصحيح أو خطأ. السؤال هو أجيب بصحيح أو خطأ، غادي نجاوب هنا، غادي نكتب إما صحيح أو خطأ. إذن عندي 4 ديال العبارات، كل عبارة غادي نكتب قدامها إما صحيح أو خطأ. التربة الرملية هي التربة الأكثر نفاذية للماء، إذن التربة الرملية هي اللي كتنفذ بزاف الماء، حنا لاحظناها وشفناها في الدروس بأن التربة الرملية كتنفذ بزاف الماء. عندنا التربة الرملية كتنفذ بزاف الماء، وعندنا التربة الطينية يعني ما كتنفذش بزاف، كتنفذ واحد النسبة قليلة من الماء يعني كتحتفظ بزاف بالماء، وعندنا التربة الصالحة للزراعة اللي هي التربة المختلطة اللي هي عندها نفاذية متوسطة. إذا هذه التربة الرملية هي التربة الأكثر نفاذية للماء، إجابة أو عبارة صحيحة، إذا صحيح. نمر للعبارة الثانية، توجد في التربة كائنات حية لها نفس القد، يعني في التربة كاين غير فقط مثلا حيوانات صغيرة، أو مثلا كاين غير حيوانات لها قد صغير، أو كاين غير حيوانات اللي قدها دقيق جدا. لا، حنا كعرفنا بأن التربة كيتواجد فيها حيوانات صغيرة ترى بالعين المجردة، وحيوانات دقيقة، وحيوانات دقيقة جدا لا ترى بالعين المجردة. إذن هذه العبارة خاطئة، إذن خطأ. تفضل حيوانات التربة الظلام والرطوبة، إذن احنا شفنا بأن حيوانات التربة كتفضل شنو؟ كتفضل الظلام والرطوبة، يعني لوبسكوريتي هي الظلام والرطوبة اللي هي لوميديتي، داكوغ؟ إذن صحيح. مفهوم؟ الرأي الجائر عامل بشري يدمر التربة، الرأي الجائر عامل بشري يدمر التربة. أولا الرأي الجائر هو عامل بشري، يعني كيديرو البشر، يعني البشر هو اللي كيجيب داك الماعز أو اللي كيجيب داك الغنم وكيرعاهم في داك البلاصة، داكوغ؟ إذا الرأي الجائر كيدمر لنا التربة، يعني كيدمر لنا الغطاء النباتي اللي كيساهم في تدهور التربة، داكوغ؟ إذا هي عبارة صحيح.
هكا صحيح. الرأي الجائر عامل بشري يدمر التربة. فنمروا لاكتيفيتي 3 maintenant. السؤال الثالث أو النشاط رقم 3. لي فير دو تير اون دي رول دون لو سول. هاد ديدان الأرض عندهم أدوار في التربة. دونك هاد الفير دو تير هنا كتبها خطأ أنايا. فير كتكتب كوم سا. لي فير دو تير اون دي رول دون لو سول. داكوغ. كوش دو ريبونس جوست. دونك غادي نكوشي يعني غادي ندير علامة أمام إجابتين صحيحتين. داكوغ. دونك فين كيتجلى الدور ديال ديدان الأرض. ديدان الأرض حنا عارفين الدور ديالهم. عندهم جوج ديال الأدوار مهمة وهي تهوية التربة. تهوية التربة. وكذلك تخصيبها. تخصيبها داكور. دونك كتهوي التربه وكترجعها خصبه داكور، لانها كطرح دي ماتيغ مينيرال اللي كتساهم في تخصيب التربه داكور. دونك لي فير دو تير جو لو رول ديال اش دو لايراسيون دو سول، تهويه التربه داكور. و دونك اسكو لي فير دو تير دي ديال الارض غادي تاكل لي بوتي زانيمو دو سول، غادي تاكل ديك الحيوانات الصغيره ديال التربه؟ لا. اذا هي كتهوي التربه وكذلك لا فيرتيليزاسيون دو سول. لا فيرتيليزاسيون دو سول يعني تخصيب التربه داكوغ. تخصيب التربه فهم، تخصيب التربه. اذا هادو هما الادوار ديال لي فير دو تير ديدان الارض. ديدان الارض. الان غادي نمروا للنشاط الرابع والاخير. اكمل الفراغات بما يناسب. دونك هاد الفراغات عندي ربعه ديال الفراغات غنكملهم، اما بنباتيه، الماء، التربه، والثروه الحيوانيه. اذا توفر التربه شي حاجه والاملاح المعدنيه للنباتات. اذا ماذا توفر التربه للنباتات؟ توفر الاملاح المعدنيه والماء. الماء والاملاح المعدنيه غادي نضربوا على الماء. الماء والاملاح المعدنيه للنباتات التي تعطي منتوجات. دونك داك النباتات ملي غادي توفر لها التربه الماء والاملاح المعدنيه شنو غادي تعطينا؟ غادي تعطينا منتوجات نباتيه. نباتيه داكوغ، منتوجات نباتيه مفهوم. منتوجات نباتيه اللي كتستهلكها شكون؟ كتستهلكها الحيوانات مفهوم. وكلما كانت خصبه كلما ارتفع انتاج الثروه النباتيه وازدياد انتاج كذا. اذا كلما كانت التربه خصبه، اذا كانت التربه خصبه فان المنتوج او الثروه النباتيه غادي تكون مرتفعه. اذا غادي يوقع ازدياد انتاج ماذا؟ الثروه الحيوانيه. هكا الحيوانيه، الثروه الحيوانيه. اذا شنو؟ اذا عندنا التربه خصبه. اذا التربه خصبه غادي تؤدي الى ماذا؟ الى ارتفاع الثروه النباتيه، وهذا الشيء غادي يؤدي الى ارتفاع الثروه الحيوانيه. ارتفاع الثروة الحيوانية. إذا توفر التربة الماء والأملاح المعدنية للنباتات التي تعطي منتوجات نباتية تستهلكها الحيوانات. وكلما كانت التربة خصبة كلما ارتفع إنتاج الثروة النباتية وازدياد انتاج الثروه الحيوانيه مفهوم. اذا هادشي اللي كان عندي في هذا الفيديو، كنتمنى انكم تكونوا كتفهموا معايا في قناه تربويات مع الاستاذ محمد البخاري. ترقبوا فيديوهات جديده ان شاء الله غادي نديرها بخصوص الفروض ديال المراقبه المستمره. اسمحوا لي بزاف حيت ما كنديرش بزاف ديال الفيديوهات في هذه المرحله، حيت حتى انا عندي خدمه وعندي فروض وعندي تلاميذ كيستناوني، داكشي علاش ما كنلقاش وقت للتصوير. غادي نحاول انني نوفر مجموعه من الفروض وبالتصحيح ديالها اللي كتخص جميع المستويات الابتدائيه. كنتمنى لكم كل التوفيق والسداد. كان معكم الأستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.